ايه؟ انت في قسم التمثيل بتهيألي؟ لا ما عمري في حياتي ما خدت، يعني اتحداك. شوف بص احنا اهو هوا، اتحداك لو جبت فيش واحده مره كده وقمت نازل لوحدك. ده بالعكس انا اتظلمت كتير. الكابتن الشناوي نفسه ظلمني، يعني الكابتن الشناوي حتى اما بنتكلم محتاجين فار بقى. كان في كان في مباراه المنصوره الاهلي والمنصوره في المنصوره ليا ثلاث ضربات جزاء. ولا مره واحد. عملتها كده وقمت واقع لوحدك؟ ولا عمري والله، عمري والله. هو اتحداك اهو على الهوا لو جبت لي ضربه جزاء واحده مش سليمه. بالعكس هنحتكم. نحتكم. كابتن عمر في لعيب كوره عمره ممثل بصفه عامه؟ طبعا اكيد في. طبعا اكيد في. اكيد يمثل ليه يا كابتن؟ ويمكن انا هاكد بس انا بلعب في الاهلي امثل ليه؟ انا ماشي انا رايح للجول كل ثلاث دقائق. انا هاكد كلام وليد بس بالدليل، يعني وليد كان لعيب مهاري قوي قوي طبعا، وكان عنده جرأة انه يعدي من واحد واثنين وثلاثه في مساحه صغيره بدون ما يمثل. عكس الكابتن فاروق جعفر كان استاذ التمثيل لا كان ما شاء الله، يعني زمن مختلف. فلا وليد كان مختلف. انا جبت معاك ضربه جزاء صح، فاكر لسه هفكرك. أيوة بقى ماتش الاسماعيلي. ايوه باللعب الاسماعيلي والكروم كمان. لا بتاع الاسماعيلي اللي ما اتحسبتش، اللي ما اتحسبتش دي. بص اسلام الشاطر بين فضل الجارر وليد 5 متر والحكم ما صفرش، ما اتحسبتش يعني. هي بس موضوع الفار يا كابتن سيف اخيرا، يعني هو مهمته الاساسيه داخل الصندوق مش كده؟ ضربات جزاء وحاجات من دي. والكارت الاحمر دي المهمه الاساسيه. طيب لا اربع حالات. احنا بص ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء ما اتحسبتش. تخيل بص بص نختلف فيها وجهات نظر. نختلف. انا شايفها تشريحيا ما فيهاش حد. بص بص حلوه تشريحيا ده يا كابتن. بقول لك ايه، ده كل ضربات الجزاء اللي جبتها ما في. ايه دي وائل جمعه اللي عاملها ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ ضربه جزاء. بص اللي ترقص ضربه جزاء متعلمين دي ولا لا؟ بص الترقيصه بتاعت وائل جمعه دي طق راح وائل جمعه. كان بيلعب في المحله. اهي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ عايز ايه؟ بقول لك امثل ليه طيب؟ بقول لك لعيب بصراحه. ثلاثه دول ترقصوا راح ودي برده بتاعت اربعه ثلاثه يعني. ده الاسماعيلي. عندك واحده كابتن في الاتحاد برضو انت معدي وبكعبك قمت حاططها. لا ده في الاهلي. ده مع الكابتن عمر. معايا. ده مع حضرتك. في الاتحاد ضد الاهلي. مين اللي كان جاي وراك؟ حسن مصطفى حاجه كده. حسن هو اللي جاب الجون. ده الجون الاول للكابتن. لا ده ده الاسماعيلي بره. الاسماعيلي. لا ماتش الاهلي 3-2 موسم 2003. كابتن وليد انت واحد على واحد تعدي على طول. ده واحد على ثلاثه بيعدي. وكابتن رضا الجون ده بتاعك. واحد على ثلاثة يعدي يا كابتن؟ يعدي يعدي. يعني بقول لك هو جريء جدا. هتمثل ليه؟ لا هتمثل ليه؟ بالاضافه المهارة. انت كده كده مهارة وجرأة. بص يا كابتن احنا في يعني يمكن في النادي الاهلي بشكل كبير احنا اتعودنا كمل الفرصة. ما يبقاش الحل الاول بالنسبة لك انك تقع. الحل الاول بالنسبة لك انك تخلص الهجمة. لان في بعض الاوقات واحنا يمكن تحكيم الافريقي كنا شفنا منه حاجات كتيرة جدا. فخلاص اتعودت انك لا العب لحد ما الهجمة تخلص. ما تحاولش انك تقع لان انك تقع وارد ان الحكم ما يصفرش، لكن لو عندك فرصه انك تسجل سجل. فتلاقي فكره التمثيل احنا عندنا مش موجوده، يعني انا بالنسبه لي مش وارده، ما كانتش موجوده، لكن ممكن استخدم دماغي ان انا البس الحكم او البس المدافع ضربه جزاء ان انا بس كمان لما بتلعب